من فات لان عندها يعني اهداف من وراءها سياسيه وعندها علاقات اللي فيها حتى ما هو مغربيه لحقوق الضحايا. اليوم انضمت هذه الندوه الصحفيه باش تسلط الضوء على تقارير ديال المنظمات الدوليه تتسرب لها بعض المغالطات، وهي طبعا عن سوء نيه كتسرب هاد التقارير اللي كيتعتمد في تقارير ديال مؤسسات اخرى، مثلا لجنه العلاقات الخارجيه لمجلس الشيوخ الامريكي اللي صدر واحد التقرير وكيعتبر ملفات اللي كانت كتنوب فيهم الجمعيه واللي تبنات فيهم الدفاع على ضحايا الاعتداءات الجنسيه بان فيها قمع لحريه الراي والتعبير، بان هادو معتقلين لانهم صحفيين احرار ومستقلين الى غير ذلك من الادعاءات غير سليمة وغير مبنية على أساس. بالنسبة للضحايا اعتبرها تشكل عنفا إضافيا بالإضافة إلى عنف الجريمة، هناك عنف إضافي لأنها لم تراعي كرامة الضحايا وحقوقهن وانتصرت لحق المتهم على حساب حق الضحايا. وهذه التقارير كما هي معروفة عليها عالميا يجب أن تتحلى بالموضوعية والنزاهة والحياد والاستقلالية والتوازن. للأسف غابت كل هذه المعايير الأخلاقية والعلمية وانتصر صوت الظلم وتسييد منطق تبخيس حق الضحايا والمس بكرامتهن، لأنه لا يعقل بالنسبة للمنظمات الدولية ألا تنصب يعني ممثليها أمام المحاكم للاطلاع والوقوف عن كتب على حقة الواقع أمام المحكمة. ما هي التهم موجهة إلى هؤلاء الصحفيين الذين يحاكمون ليس بالنظر لكونهم صحفيين، هذه مش الجرائم التي ارتكبوها ليست من جرائم الصفة وليست من جرائم صحفية ذات جنس صحفي، لأنه لا يمكن أن نعتبر التجارة في البشر والاغتصاب وهتك الأعراض والتحرش الجنسي هذه ليست أجناس صحفية. اللهم إذا كانت هذه المنظمات تعتبر أن هذه الجرائم أجناس صحفية، بالعكس واقع الملف يقول ويؤكد على أن الملف هو ذات طبيعة جنائية خالصة. هي ملفات اللي ولات نهائية، ملف توفيق بوعشرين صدر فيه الحكم النهائي كان بواحد الملف اللي علاش عرف هاد الضجة هذا، لأنه بصفته كصحفي استغل النفوذ ديالو التاجر في الصحفيات اللي وصل العدد ديالهم 12 ضحية، وهذا ماشي من السهل بمعنى أن نقدر نقولوا هاد الملف ديال توفيق بوعشرين دخل التاريخ، وبالتالي ما يمكنش يجي واحد المنظمة في التقرير ديالها على مغالطات على أخبار زائفة وما دون أنها تتبع هاد المحاكمة من البداية الأخير وكتعتمد على مصدر واحد باش دير التقرير ديالها. حنا كنقولوا لو ان المنهج ديالها هو ديمقراطي والدفاع عن حقوق الانسان، الضحايا هم اولى انها تدافع عليهم هاد المنظمات في التقارير ديالها، بحكم انتم عشتوا معنا هاد الضحايا كيعيشوا في واحد الوضعيه جد مزريه، انهم اللي تاريخ لم تتم تنفيذ الاحكام المدنيه اللي تحكمت لهم، انتم كتشوفوا ما عندهمش حتى باش انهم يتنقلوا في الحافلات، وبالتالي إذا كان مبدأ حقوقي وكنا كنتمتعوا بواحد حس حقوقي أنها التقارير كان خصها تكون حيادية. المغالطات اللي جات في التقريرين ديال مراسلين بلا حدود وكذلك ديال اللجنة الخارجية التابعة للكونغرس الأمريكي واللي اعتمدت مصدر أحادي لم تنصت لضحايا اللي كانوا عرضة للاعتداءات الجنسية والاغتصاب والتجارة في البشر، واللي القضاء المغربي القضاء المستقل قال الكلمة ديالو النهائية ديالو في بعض الملفات مثل الملف ديال توفيق بوعشرين، واللي تفاجئنا ليه هو أنه تم إقحام اسم لا علاقة له بالصحافة ولا علاقة له بهذه القضايا وهو المتعلق بالمعطي منجيب. هذا الشخص اللي القضيه ديالو ما عندها علاقه كتعلق بتبييض الاموال، مش من علاقه بالراي العام ولا علاقه ديال حريه التعبير ولا بحريه الصحافه. وعلى كل حال حنا تنعتبروا على ان هذا التقرير يلبان وما تضمنه من معطيات كان بناء على طلب من جهات معاديه لكل تحول ديمقراطي حقوقي معني بدوله الحق والقانون. كنعتبروا ان هذا التقريرين كذلك فيهم واحد الإساءة كبيرة للمرأة وحقوق المرأة دوليا وكذلك وطنيا،
وخاصة أنه لا في المجتمع الأمريكي ولا الأوروبي ولا العالم بأسره لن يقبل أن نتستر على أشخاص كيفما كانت مهنهم محامون، صحفيون، قضاة، مسؤولين في إدارة ترابية وغيرها أن يكونوا قد قاموا باعتداءات جنسية. إحنا يا يعني شخصيا أنا كنحمل المسؤولية للجميع، كنشد المسؤولين في الدولة المغربية مادام انه خسرنا في استراتيجيتنا الكبرى ديال مجال حقوق الانسان وسياده دوله الحق والقانون، تضمين القيم المتعلقه بالمراه والمساواه والحمايه ديالها من التحرش الجنسي واستغلال ديالها من الاعتداءات الجنسيه، ان تتكاتف الجهود ويتم الانصاف ديال الضحايا وتعطاهم فرصه باش يعبروا على ما عانوه منذ يعني عرض هذه الملفات على القضاء الى ان اصبحت نهائيه، وان يتم تمكينهم كما تم تمكين المتهمين من العديد من الحقوق وهما في السجن، ان يتم تمكينهم من الحقوق ديالهم المرتبطه بالحق في الصحه والحق في العلاج والحمايه ديالهم. وكذلك هي مناشده للمؤسسات الوسائطيه وعلى راسها المجلس الوطني لحقوق الانسان ان يتدخل في هذا الموضوع ديال حمايه هذه الضحايا من هذه الاعتداءات، هذه الاعتداءات الموجهه والمغرضه من طرف واحد المجموعه واللي مع كامل الاسف كتبناها المنظمه الدوليه. شكرا.